بتمنى ان يبقى في انتظام وانضباط بالمواعيد والكل يلتزم كبير وصغير، ما يبقاش في محاباه، الكل يلتزم بالمواعيد ويمشي زي السيف عشان لما ينطلق في ميعاد ينتهي في ميعاد، عشان ما يحصلش الغلط اللغط الكبير جدا اللي حصل السنه اللي فاتت ده، والموسم امتد الى ما بعد بطوله الامم الافريقيه. طبعا انت شفت البطوله حتى امتدت بعد بطوله ماتت معلاش اقبال. لا، لابد ان احنا نعمل تشويق للبطوله ونقول الميعاد اللي هيبدا بيه هو الميعاد اللي هينتهي بيه. طبعا الجماهير هي كسير الحياه زي ما بيقولوا، يعني احنا كلنا بنلعب عشان امتاع الجماهير. انت شايف كل الدوريات الاوروبيه وتواجد الجماهير، لكن الرهان على الجماهير ذات نفسها في التزامها عشان يعودوا بكميات الكبيره، عشان يلتزموا وينضبطوا، محتاجه الجماهير تنضبط في سلوكياتها شخصيا يعني.